والدته فلسطينية وأبوه كان من كبار رجال الجيش المصري. اشتغل في بداية حياته عازف على الدرامز، وبعد كم سنة بقى إمبراطور الحديد، اسمه أشهر من النار على العلم. اتجوز 4 مرات وعنده شقق وشاليهات في كل محافظات مصر. اتحكم عليه بالسجن، لكن بذكائه قدر يخرج نفسه ب1,700,000,000 جنيه. يا ترى مين أحمد عز اللي اتحول من عازف درامز لملياردير؟ وازاي احتكر الحديد في مصر؟ وازاي قدر يحجز مكان ليه في أعلى قائمة أثرياء العرب؟ اتولد سنة 1959 واسمه بالكامل أحمد عبد العزيز عز. أبوه كان لواء في الجيش المصري، ووالدته تبقى من أصل فلسطيني واسمها عفاف حلاوة، اللواء عبد العزيز عز. بعد ما تقاعد عن الجيش قرر يتاجر في الحديد، وفتح دكان صغير في السبتية اللي هي أصلاً أساس تجارة الخردة في مصر. ومع الوقت قدر يوزع 40 طن حديد شهرياً، ده غير أنه كان بيورد مواسير الحديد للجيش. وما اكتفاش بكده وقعد يدور على أسواق تانية عشان يجيب الحديد منها، وفي نص الثمانينات عمل صفقة ب2000 طن حديد قدر يجيبهم من رومانيا، والصفقة دي كانت ب600,000 دولار. وفي الوقت ده اتقال ان زوجته عفاف واخواتها كانوا عايشين في سويسرا وسهلوله الدنيا وقتها، وقدر يستورد الحديد بأسعار خاصة. في الوقت ده كان ابنه أحمد كان خلص دراسة في أحسن المدارس الخاصة، وكان دحيح وخلص الثانوية العامة وجاب مجموع دخله كلية الهندسة جامعة القاهرة. وأول ما اتخرج سافر ألمانيا، لكن يا دوب ما كملش هناك شهرين على بعض، ورجع مصر تاني وعمل فرقة صغيرة للعزف في الفنادق مع الممثل والمذيع حسين الإمام، واشتغل عازف على الدرامز، لكن ما كانش بيحضر كتير عشان الفرقة ما كانش فيها فلوس. وساعتها شاف إن الفن مش بيأكل عيش، فقرر يتجه للبزنس أحسن، ورجع لجلبية أبوه اللي رفضها قبل كده واشتغل معاه. بس أحمد عز عمل شركة لوحده اسمها الجوهرة، في الأول كانت خاصة بالسيراميك والبورسلين. كل الكلام ده كان في نهاية الثمانينات، وبعد فترة أحمد عز قدر ياخد قروض من البنوك عشان يعمل مصنع حديد عز. وفي البداية تعرض لمنافسة من حيتان السوق اللي كانوا شغالين في تجارة الحديد، لكن دخل لا يصر على أنه يكمل رحلته، وبسبب دماغه اللي تتاقل بالذهب في التسعينات قرر يدخل عالم السياسة بجانب الاقتصاد. وفعلا قدر يتقرب من جمال مبارك ودخل عضوية الحزب الوطني. وفي الوقت ده قدر ياخد شركة اسكندرية للحديد والصلب وسمها شركة عز الدخيلة، وقدر يعمل ثروة معروفة مصادرها كلها من خلال مشروعاته الجريئة والضخمة وذكائه في قراءة السوق، وبقى معاه ملايين الدولارات من تجارته لحد ما تصنف انه من اهم اثرياء العرب، وقدر يستحوذ على حوالي 60% من سوق الحديد في مصر. وفي سنة 2007 قدر احمد عز يبعد منافسه هشام طلعت مصطفى، والجو خلي ليه وهو لوحده، وبقى امبراطور الحديد. وساعتها اتجوز نائبة في البرلمان اسمها شاهناز النجار، وكان قبلها متجوز السكرتيرة بتاعته عبلة اللي خلف منها ابنه الوحيد، وتقال انه اتجوز صاحبتها وطلقها قبل ما يدخل السجن. لكن زوجته الاولى اللي كانت حب عمره هي خديجة ياسين بنت نقيب اشراف مصر، وخلف منها بنتين عفاف وملك. وفي سنة 2011 انتهت طموحات احمد عز دي كلها بعد ما رفع الاسعار حوالي 70%، واتهم بالفساد واستغلال النفوذ وتكوين ثروة تزيد عن 50 مليار جنيه. ولما قامت ثورة يناير اللي أسقطت النظام دخل أحمد عز السجن، لكن ساعتها بدأ المفاوضات مع الحكومة لحد ما خرج بكفالة ودفع 1,700,000,000 جنيه، وخرج من السجن ورجع يمارس حياته تاني، بس مش زي الأول، لأن أبو هشيمة سيطر على صناعة الحديد. بس ده ما يمنعش ان احمد عز كان راجل تقيل وليه بصمته في صناعة الحديد اللي ساهمت في انشاء بيوت مصرية سواء في المدن ولا القرى من خلال مصانعه وشركاته. وبس كده، هي دي الحكاية. ما تنسوش تتابعونا عشان يوصل لكم كل جديد من اخبار المشاهير.